يحاول رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي تضييق قهوة الخلافات بين بلاده والإدارة الأمريكية الجديدة. السفير الأمريكي لدى العراق دوغلاس سليمان أبلغ العبادي برفض الرئيس ترامب مقابلته لتهنئته بالمنصب، رغم أنه أكد استمرار الدعم الأمريكي للعراق في الحرب ضد داعش، رفض متوقع بعد تصريحات لترامب يستنكر فيها تمدد النفوذ الإيراني في العراق، وهو البلد الذي أنفقت عليه أمريكا 3 تريليونات دولار، كما يقول الرئيس الأمريكي. علاوة على ضم إدارة ترامب في أول أيامه كرئيس، رعايا العراق ضمن رعايا 7 دول من تعليق دخولهم الأراضي الأمريكية لمدة 3 أشهر. المواقف الأمريكية تلك حيال العراق دعت العبادي إلى تقديم التنازلات مضطراً، وإلا فستتم مواجهة داعش في العراق دون دعم أمريكي على رأسها أولا مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بإحباطه خطوة اتخذتها فصائل موالية لإيران في حكومته كانت تريد الرد على القرار الأمريكي بتقييد الهجرة. تصويت وواجه دعواتهم بالرد بالمثل على القرار لئلا يعرض استعانة بلاده بالقوة العسكرية الأمريكية ضد داعش للخطر. التنظيم الذي يظن ترامب أنه لو حصلت الولايات المتحدة على نفط العراق لحال ذلك دون صعوده وتمدده من خلال حرمانه من مصدر التمويل. بشاير المطيري، العربية.